فقرة عادات وتقاليد خرافية أم حقيقية، ونحاول نتعرف عليها في معظم المحافظات الجمهورية اليمنية. واليوم موجودين في إرخبيل سوق قطر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله بخير ونعمة الله. يدوم يا رب. عرفني باسمك. أحمد عبد الله سالم. من وين؟ من قبيتن، منطقة قبيتن، مركز باء في البادية. منطقة قبيتن في البادية؟ أيوة في البادية. في بدو سقطرة هنا. في بدو سقطرة أول سكان في الجزيرة. جميل. كشن الكشن كل شيء. الحقيقيين الأساسيين. أيوة الحقيقيين. حلو حلو. طيب أنا أريد أسألك سؤال عن العادات والتقاليد المختلفة الموجودة في سقطرة. في عادات حقيقية وفي عادات خرافية، ما يعني تروح لمجال الخرافة، الناس يعتقدوا فيها هي خرافية. إيش العادات هذه الموجودة في سقطرة؟ موجود عندنا خرافات زمان أيام عادة قبور شمسية. قبور شمسية موجودة الشمسية. موجودة على الأرض الحين. كيف يعني؟ مع المستوطنات حقها. كيف يعني؟ كانوا إيش؟ كانوا يسوون يعني عندما يعني يريدون مطر يجيبون يجمعون الأكل ويطرحون يسموها الجن. للجن. أن تعطينا مطر وأن تقول لنا مطر تمطر هذا اليوم. يحط الأكل بكرة. ويرموه للجن. يرموه للجن، يقول تمطر بكرة على خرافات حقهم. يقول تمطر بكرة، وإذا جاب لهم مولود يقول لك لازم إنك تروح عند هذا المكان وتقول انا عندي مولود وتبارك من عندكم. لان خرافات هذه، احنا عرفنا كل شيء. صحيح. احنا على فطره هذه الحين. صحيح. لكن نقولكم على عادات. طب انا ايش من الخرافات هذه؟ اعطيني من هذه الخرافات. ايش كمان يسووا كمان؟ الخرافات عندنا حتى واحد يقسم لله يسموها الجنيه. يقسم لله. ام الصبيان يقسم لها وهي عندما تولد تقول يا فلان انا اليوم عندي مولود، يجيب لها السكين، يجيب لها اللحم، يجيب لها كل شيء ويعطيها وتاكل، بعد يرجع على السكين حقه. هي تاكل يعني؟ الا تاكل من الجن. كانوا الجن عندنا مثل الانس. يحصل اكل يقسموا يعطوها ويقولوا لها لهذه ام الصبيان. انت ام الصبيان جنيه يسموها جنيه. يقولوا ام الصبيان ما تظهر الا للرجال. ما تظهر للرجال. ليش ما تظهر الا للرجال؟ ما حد يشوفها الا رجال، ورجال نادر يشوفها. فاروق ما ظهرت لك ام الصبيان. رجل الحديدي يعني يتفاهم مع الجن. في عندنا رجال من الجن يعيدون بالرجال من الانس، من الجن. رجال من الانس يعيدون بالرجال من الجن. يعني هذا الطبيب يقولها هو بحما هو بحمراء هو شعراء هو شامة، يعني الزمن. ايش يقولوا؟ عيد لي هذا الكلام. انت مريضة الحين. ايوه. من خرافتنا. مريضة، يجيبون الطبيب يقول هذا البنية ما تحب زوجها والشيطان فيها ودخل فيها جن. يجيبون الطبيب هذا ويحضر الجن حقه ويقول المواقيت حقها كذا 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 كذا، وتعملوا بهذا الشيء. يجيب لها لبن ذكر هذاك. لبن روحاني يجيبون من الشجار، موجود على الارض. لبن موجود من الاشجار. ايوه موجود. يبخرون فيها ويشربوها اياها وتصحي بساعتها. طب الكلام اللي قلت الان قبل شويه ايش هو هذا بالسقطري اللي قلت الان؟ يعني هذه يعني اسماء الجن. ايش يقول؟ ادمن دقيقه عبي لاله وادمن دقيقه هم طاج حياباك هو بي حمراء هو شعره. هذا يعني من خرافات. من الخرافات. وحتى إذا واحد قبص قبصته 77 عندنا تقبص وأقرب بس. الحناش. أم 44 ولا إيش؟ 77 تمشي كذا. أم 77 هنا فيه؟ أيوة 77 بس. عندنا ممكن تلاقوا فيها أي حاجة غريبة. عندنا خطيرة 77. عندنا خطيرة. حلو. والأقرب أخطر بعدها شوية. طيب لكن هذا تقتل. إذا قبصته إيش يحصل؟ تقتل. يطرش يعني 77 مرة بقدر رجولها. إذا طرش يطرش 77 مرة. 77 مرة. مرة. أيوة يطرش. وما حد يعني يطفيه إلا التمر. إذا حصلوا التمر ممكن يسلم، وإذا ما حصل تمر ممكن يموت. 77. أيوة. 77 هذا. يعطيك العافية. أيوة. شكرا جزيلا لك. وعليكم السلام ورحمة الله يا كريمة. كيف حالك؟ الله يرضى عليك ويحفظك. الحمد لله ربي له الحمد بهذه البلد. إن شاء الله يكون البلد بخير وعافية يا رب. عرفني باسمك. وبتصلح عدن بإذن الله الكريم. وبإذن الله الكريم إنها عدن بتصلح بإذن الله. عرفني باسمك. ما أعرفك تمام يا كريم. اسمك أنت. اسمي علي محمد أحمد حسين. من وين يا عم علي؟ أنا من أبناء عدن. من أبناء عدن. نعم. يا حي بعدن. يا عم علي إحنا نتكلم عن الحاجات الغريبة والعجيبة اللي كانت تحصل زمان. مصمت الجوال بس. نتكلم عن الحاجات الغريبة والعجيبة اللي موجودة من أيام زمان. كانت أول دنيا بخير يا كريم. لا أنا ما أتكلمش عن الأوضاع الاجتماعية. أيوة أنا أيوة أتكلم أيوة عن العادات الغريبة. خليني أشرح لك مثلاً. أيوة. مثلاً يقول لك لما يكون واحد نايم إذا واحد خطأ فوقه ما عاد يطولش، يقول لك قصر طول عمره. أيوة. أحياناً الشمس السنة لما تنكسر ترمي السنة للشمس علشان يرجع سن الغزال. يعني عادات خرافية نوعاً ما. إيش الخرافات اللي كانت موجودة في عدن من زمان؟ ماشي غلط. كانت زي ما الحاجات اللي هي زي ما ما فيش. كانت الدنيا بخير وعافية. عدن كانت بخير والعافية والبلاد بنشعة. ودائما ستظل عدن بخير وعافية. أيوة إن شاء الله. أيوة. وكانت الأعياد والزيارات والدنيا والرحمة متواجدين. كانت الناس
كان القال ما قال انعهدوا صدقوا معدلهم باقي القليل الرحمه اللي فيهم. السلام عليكم. من السلام ورحمه الله. كيف حالك؟ الحمد لله. عرفني باسمك. احمد سلام احمد. من وين اخي احمد؟ من قبليه. من وين؟ من تسيكو. تسيكو هذا في سقطرة. في سقطرة يعني. حياك الله. طب احنا في معنا فقره عن العادات والتقاليد المختلفه. في عدد تقاليد خرافيه وفي عدد تقاليد حقيقيه. مثلا معانا في عدن لما تولد المراه يكسروا لها بيضه علشان انه المولود يعني يعيش بصحه وسلامه. جيب لي عادات موجوده في سقطرة من هذه العادات الغريبه. معانا اذا ولدت الحرمه يسووا لها عقيقه ذبيحه. عقيقه هذه من السنه، من السنه النبويه. من السنة. احنا نشيل من الاشياء الخرافيه الغريبه. ما سمعنا من الاشياء. ما فيش؟ متاكد؟ متاكد. يعطيك العافيه.